بتبسط قوي لما يبقى معايا ديزاينر مصممة ازياء لسه جديده في عالم تصميم الازياء وعامله كولكشن صعبه فيها فكر فيها فن فيها مشه وفيها حاجات ممكن بعض مصممين الازياء اللي بقالهم سنين بيشتغلوا ما يقدروش يخشوا في الديتيلز دي. النهارده نرحب ترحيب خاص جدا مصممة الازياء سمر سعيد. اهلا بيكي. اهلا بيك. مشرفانا ومنورانا. ميرسي يا ربنا يخليك. وبرافو. الله يخليك. اول كولكشن؟ دي اول كولكشن وفي جزء من كولكشن جديد. يعني بقى لي كام سنه مصممة ازياء؟ بقى لي سنتين. طيب احنا واحنا يعني قبل الهواء قلتي ان انت اساسا مهندسه معماريه. ايوه. سبتي مجال الهندسه ودخلتي لمجال الفاشن ديزايننج ليه؟ وانا كنت حابه ادرس حاجه جديده ليها علاقه بالارت اكتر. انت درستي؟ اوكي. بدات الموضوع اصلا دراسه وكده وكنت اخدها فور فان يعني مش كتاري. اوكي. وبعدين الناس اللي حواليا بقى ابتدت تشجعني التيتشرز حتى الستودنتس معانا. لا طب صحيح همشي معاكي خطوه خطوه. انت خريجه هندسه ايه؟ هندسه عماره اكاديمي. اوكي. واشتغلتي في الهندسه؟ لا ما اشتغلتش. ما اشتغلتش ليه؟ كنت عايزه اشتغل مواقع وكده ولقيت الموضوع هيبقى صعب شويه. انا ماليش في المكاتب والقعده وكده. اوكي. وقررتي ان انت تبقي فاشن ديزاين. سوري. طيب انت من وانت بنت صغيره بتحبي تلبسي فساتين سوري؟ ليك ايه علاقتك بالفاشن؟ ماليش اي علاقه نهائيا. بس شايفه حاجه. انا بحب الارت عامه يعني. الفن. اوكي. كنت برسم لوح ساعات كده يعني. يعني الفساتين اللي عليها ما بتلبسيش منها لو تروحي فرح او خطوبه او حاجه كده؟ مش كتير بحب البس سواري. انت سيمبل جدا انا شايف. اوكي. طيب في كتير من مصممين الازياء بيبقى عندهم حته كده فنيه طاقه شويه. ده عندك؟ متهيأ لي كده. طيب بداتي من سنتين قلتي انا عايزه ابقى فاشن ديزاينر والناس شجعوكي. درستي فين؟ انا درست الاول دبلومه وبعدين دخلت من الدراسه على مسابقه كانت عاملاها ايطاليان فاشن اكاديمي. كانوا عاملين مسابقه اللي هيكسب فيها هيتنفذ له بيسز وهيخش بيها فاشن شو. وكسبته دخلت الفاشن شو كده. وبعد الموضوع ده درست بقى معاهم وكان في كومبيتيشن ثانيه. اخدت تريننج فتره مع المانجر اند اونر ستيفانيا جولينا وفاشن ديزاينر سوشا. ودي اكتر فتره استفدت فيها يعني وحسيت ان انا ممكن اعمل حاجه كويسه. اوكي. مين الديزاينرز اللي انت متاثره بيهم بفنهم العالميين؟ انا متاثره اكتر بهاوس اوف ديور واسبيشلي جون جاليانو. جون جاليانو وديور. ديور من بيوت الازياء العريقه المختلفه جدا. اوكي. طيب احنا شفنا اول كولكشن ليكي. اول كولكشن ثلاث حاجات حلوين قوي. فستان الجلد ايرا كانت لابساه. كان في سالوبات صوفيا لابساها فيها شغل صعب جدا الحاجات اللي في البنطلون. والفستان سواريه اللي انا كانت لابساه برده فيه شغل صعب. الحاجات الدرابيه ده انت عاملاها بدانتيل ولا تول ولا ده تول؟ لايرز كلها هاند ميد طبقات فوق بعض. اوكي. خلينا نشوف الجزء الثاني من الفاشن شو الخاص بصممة الازياء سمر سعيد ونرجع لكم. خليكم معانا. كم بليز.
انا عايزك تعلقي لي على فستان من الفساتين اللي شفناها دلوقتي، وتقولي لي الماتيريال الخامات اللي انت مستخدماهم، وهنزل لك الحاجه على الشاشه قدامك عشان تشرحي عليهم. انت فيهم حاجه غريبه شويه، في الفستان القصير مش الايره لابساه صوفيا لابساه، ده في بلاستيك من قدام، ده في بلاستيك. هي المين ايديا بتاعت الكولكشن كانت ان انا اعمل اتاتش للبيسز بالبلاستيك، الميررز، الميتال، خشب. انا عارف ان هشوف حاجات فيها مرايات. وانا في الاوسكار وانا بتفرج لقيت كذا حد لابس حاجات فيها مرايات. هي ترندي او ترندي. اوكي، طب اشرحي لي بقى حاجه حاجه، الحاجات قدامك اهي. ده انا لابسه ده اللي هو ايه؟ ساتان. الدرس نفسه ساتان ومحطوط عليه بيه الوان، وفي جزء اللي هو الجيومتريك اللي واقف. بتنشي الحاجات دي ازاي بقى؟ فازلين؟ بفازلين والبالين. اوكي. اوكي، ده فستان لطيف قوي، ينفع خطوبه، ينفع الصبح في فرح الصبح، ينفع حاجات كتيره. ينفع حد يحضر بيه مناسبه. اوكي. طب نشوف الفستان اللي بعده، ورونا الفستان اللي بعده. لا، إيرا كانت لابساه، ده صعب جدا بقى، يعني دي مش القماشه كده، دي حتت وانت حطها. انا اللي عاملاها بيسز، كل البيسز كنت داخله بيه مسابقه في لبنان. ده مسابقه في لبنان؟ اوكي، وحصلتي على ايه فيها؟ هي المسابقه ما كملتش حقيقه يعني. أوكي. بس هي كان من ضمن لجنه التحكيم كان زهير مراد. علق لك قالك حاجه؟ كان عاجبه الشغل قوي. زهير مراد مصمم عالمي وحاجته تهبل في الحقيقه يعني. طيب برضه فستان الإيرة ده لابساه سواريه، وممكن برضه يبقى خطوبه كده؟ يعني ممكن، بس هو الخطوبات اكتر بتبقى حاجات طويله يعني. في بنات يحبوا الحاجات دي قوي في الخطوبات. طيب انت مستخدمه خامات كتيره قوي، وزي ما انا قدمتك قلت انت لسه في بدايه طريقك، داخله بقوه وما بتهزريش وما تقلديش حد يعني. حاجتك يعني انا بعد كده ممكن اشوف حاجتك ملبوسه في فرح او خطوبه، هبقى عارف ان دي الحاجات الخاصه بيكي من غير ما اسال دي حاجه مين. عايز اعرف انت لما بتقعدي تفكري في فكره ازاي بتلاقي الخامه بسهوله؟ وانا بتلاقيها في اكتر الاحتمالات. لا، الاول ببقى رسمه السكتش، وببتدي ان انا ادور على الخامات القريبه اللي انا عايزاها يعني. بدور الاول في الحاجات اللي انا حطها في دماغي، الالوان اللي انا عايزاها وكده، ولو ما لقيتهاش بدور على البديل. اوكي. طب تعالي نشوف الجزء الثالث، في المرايات شكله كده الجزء الثالث. اوكي، والمودلز الجمال عندنا يتفضلوا ايرا وانا وصوفيا.
سمر سعيد، انت مش بس بتعملي ديزاين، انت بتقصي بتخيطي اغلبيه الحاجه. بعمل باترون وكل حاجه والاكسسوري في الفوتوشوت شايفين ستات مصر وبنات مصر لا يعوزوا يعملوا حاجه يعملوها من الالف الى الياء بدقه. المرايات دي بتتركب ازاي؟ بتتركب بلزق القماش مخصوص. اوكي، ما بتعورش؟ لا بتبقى مقصوصه ليزر يعني، مش ما بتعورش. لا ما بتعورش. غريبه قوي، فكره جديده بس هي ترندي يعني. موضة. حلوه. أوكي. وممكن لو حد خايف منها بيبقى فيه فيك ميررز ممكن تتركب. اوكي خلينا نتكلم على الفستان. شايفينه دلوقتي معانا ايرا. ده ينفع محجبه؟ ما انا عاملاه محجبه. للمحجبه. ولغير المحجبه ممكن برضو تلبسه هتبقى مبسوطه بيه. عاجبني فيه ان هو يعني تحس ان هي برنسيس كده، اميره ماشيه. هو سيمبل وذوقه لطيف بالنسبه للمحجبات. ايه القماشه بتاعته؟ ده شيفون كراب. اوكي. اوكي. والفساتين بقى اللي فيها المرايات دي انت ملزقه المرايات على شيفون برضو؟ على ساتان. على ساتان. اوكي. ساتان يستحمل. كل فستان من دول عامله منه قطعه. قطعه. صح؟ اسعار غاليه؟ مش هسال على بكام يعني، بس ما اعتقدش في الرينج المتوسط بتاع السوق. بس الحاجه يبان عليها انها غاليه. يعني انت مش مسترخصه زي ما بنقول يعني، عامله خامه وعامله فنك. اهم حاجه فيه الموديل، الموديل صعب وغير تقليدي. انا حابه اثبت نفسي الاول كاسم يعني، وبعد كده بقى ان شاء الله. لا انت خلاص ثبتت نفسك جدا. طب انت هل في حاجات انت بتفضليها؟ يعني ليكي الوان مفضله؟ ليكي خامات مفضله؟ وانا دايما بحب اشتغل على الابيض والاسود، ادخل عليهم الوان تانية. الحاجات اللي هي الناتشرال اكتر. اوكي، حاجات طبيعيه. اكتر يعني. وممكن الباستيل كولرز برضو هنشوف اعتقد في الكولكشن الجايه حاجات باستيل الى حد ما. طيب نوعيه زباينك ايه؟ يعني انا اقول لك حاجه قبل ما تقولي. يعني انا اعتقد برضو اللي هتلبس حاجه من عندك شخصيه لازم تبقى جريئه ومختلفه وعايزه عايزه تبقى مختلفه، وده مهم. عملتي فساتين افراح قبل كده؟ شكلها ايه فساتين افراح عندك؟ حاجه سيمبل يعني، ما بحطش تطريز كتير يعني. هو انت حاجتك، بصي ما انت حاجتك الواحد ما يقدرش يقول عليها سيمبل او مش سيمبل، لانها فيها موديل يعني. المراوح والحاجات اللي فوق بعض، لا في موديل، فهي مش سيمبل. بس فستان الفرح بيبقى احسن ان هي تبقى حاجه شويه كلاسيك، على اساس انه لما حد يشوف الصور قدام ما يحسش ان هو شكله قديم قوي او انه الترند ده خلاص راح. قبل الهوا كنت بتقولي، انا بقول لك حاجتك انا شايفها كلاسيكيه، انت شايفها ما مودرن. كنا هنتكلم قبل الهوا يعني انا شايف ان انت كلاسيك، انت شايفه ان انت مودرن. انا شايف البلاستيك مودرن. اوكي، بس حاجات تانية انا حاسمها حاجات كلاسيكيه. في مش شايفاها كلاسيك. ايه الفرق بين الكلاسيك والمودرن في اللبس؟ يعني انا افهم شويه برضو. الكلاسيك في المودرن انا يعني ممكن افرق بينهم في العفش في الاساس. بس في اللبس بيبقى ايه؟ الكلاسيك دايما في اللبس بيبقى تلاقي الدانتيل اكتر، ما بيبقاش فيه القصات الجديده قوي اللي هي حاجات فيها جيومتريك. فهمت قصدك ايه؟ فهمت قصدك ايه؟ وانت كله جيومتريك. يبقى انت مودرن، انا الغلطان. طيب نشوف اخر كولكشن، اخر جزء من الفاشن شو الخاص بمصممات الازياء سمر سعيد، وبعد كده نكمل معاها المودلز الجمال ايرا وانا وسوفيا. يتفضلوا. Dans la rue comme Zorba.
احكي لي على الثلاث فساتين. دول شغل الدرايبنج على المانيكان، يعني انا لما فكرت فيهم جبت القماش وقعدت العب. يعني انت جبتي المانيكان اللي هي العروسه الخشب وجبتي القماش وقعدتي تعمليه. فيهم فستان الروز عامل زي الاكورديون من قدام اللي هي المروحه اللي دي صعبه مش سهله، وانت بقى قعدتي تخيطيه بعد كده. كله هاند ميد. دولت فساتين خطوبه. فساتين بس برضو مش اي واحده، يعني عايزين شخصيه قويه. لازم حد عايز يحس ان هو مختلف، لابس حاجه مختلفه. انت كل حاجتك للناس المختلفه. ايه الحاجه اللي في نفسك تحققيها كديزاينر؟ نفسي يعني البراند بتاعتي تكبر. مسميه نفسك حاجه معينه؟ سمر سعيد كوتير. سمر سعيد كوتير. نفسك يبقى عندك بوتيك مثلا في الاول؟ يعني ونفسي اشترك في فاشن ويك ان شاء الله. فين؟ اني فاشن ويك فيهم؟ دبي ولا برلين ولا ايطاليا ولا ميلانو؟ اجمدهم. احنا نفسنا يبقى عندنا فاشن ويك في كايرو ان شاء الله. وباجه كلامي لوزاره الصناعه ولوزاره السياحه، عايزين نعمل في مصر اسبوع للموضه زي ما موجود في دبي، زي ما موجود في ميلانو، زي ما موجود في برلين، زي ما موجود في بلاد كتير قوي. ده هينشط السياحه وهينشط الصناعه. وزي ما انتم شايفين عندنا ديزاينر بقى لها دي تاني كولكشن ليها، وعامله حاجات ممكن تخش يعني تكسر بيها الدنيا. بشكرك. ومن نجاح لنجاح، وسعيد بيكي قوي لان انت لسه في بدايه طريقك ووريتينا كولكشن صعبه مش سهله زي دي. ميرسي قوي، ربنا يخليك. جود لك. ميرسي. وبشكر كل اللي بيساعدوكي في شغلك. ثانك يو. شكر خاص جدا لمصممة الازياء سمر سعيد على وجودها معانا النهارده وعلى الكولكشن المختلفه اللي شفناها معاها. وبشكر طبعا المودلز اللي كانوا معانا النهارده، ايرا وانا وصوفيا. ما تعيش حلقتنا النهارده من البدايه، عندنا اعاده 5 فجرا بتوقيت القاهره. بكره السبت معانا في المطبخ مدام امال جلال ملكه الحلويات في مصر والشرق الاوسط كله. بعد كده معانا مدرب اللياقه البدنيه لاول مره هيشرفنا ايهاب الروبي. ايهاب بكره هيعمل حركات على الستيب زي سلمه كده، هيعملها هنشوفها بكره معاه. بعد كده هنختم معاه مصمم الدهانات كارم محمود ويعلمنا ازاي نعمل دهانات ونغير ديكور بيتنا. يا رب النهارده لبكره مصر بلدنا تبقى احسن حال، ونشوف مصر ام الدنيا وقد الدنيا، وهتبقى ان شاء الله. شكرا ليكم، سلام عليكم. ايرا برنامج برعاية